السلام عليكم. اليوم رانا في وسط مدينة مستغانم، وحبينا نعرفكم بالحديقة المركزية لمدينة مستغانم واللي تقع في وسط مدينة مستغانم إذن، واللي نشوف هنا يعني الروعة نتاع هذه الحديقة، واللي لازم نذكر عن الناس اللي تتجاهل هذه الأمور أنه الحدائق في كل أنحاء العالم تكون عندها القيمة والشرعية والأهمية بالأشجار وبمدى نوعية الأشجار هذا وتنوعها، وكذلك بالمساحة والتهيئة الداخلية. إذن كل هذه العناصر متوفرة في هذه الحديقة الرائعة التي تقع وسط مدينة مستغانم، وللأسف تبدو أنها مهملة. نزيد نتجول في هذه الحديقة، نشوف هنا أنه حسب يعني التهيئة اللي موجودة فيها تظهر وأنها قديمة، تعود إلى الفترة الاستعمارية. إذن هذا مشكل، رغم أن الحديقة تقع في الوسط المدينة، لكن تبدو غير يعني متكفل بها من ناحية الصيانة والتنظيف وإلى ذلك. اليوم أنا رانا في حوالي 9:30 تاع الصباح، أكيد ما يكونش فيها الغاشي بزاف، لكن نتصور أنه في الفترة تاع الظهر تكون فيه يعني توافد الزوار إلى الحديقة. والشيء اللي حبيت نأكد واحدة النقطة مهمة جدا، أنه الحدائق عندما تكون هكذا في وسط المدينة لابد ما لازمش تبقى مغلوقة، لازم نحيو السياج هذاك، ما لازم يكون فيه السياج. إذا كان في حديقة في وسط عمراني وهذاك الوسط مهيئ ديجا فيه التهيئة وفيه البنايات موجودة، لازم نخليه الفضاء هذا مفتوح، وحتى ولو نخلق مسارات يعني تعبر عبر الحديقة هذه، يكون مسار نتاع يعني نتاع المشاة، مليح تكون الحديقة مفتوحة. لأنه إذا غلقت الحديقة وبالسياج والباب والبيبان وكذا، تولي مخبأ لأشخاص مشبوهين، خاصة في الفترات الليلية. إذن لابد يكون الفضاء مفتوح للمارة يمروا، ويكون فيه دي باساج، دي راكورسي، الناس تحب تنتقل من منطقة إلى منطقة تلقى له راكورسي داخل الحديقة هذه. إذن هذا هو النداء ديالي للمسؤولين في كل ولاية الوطن، أن الحدائق في الوسط العمراني ما لازمش تكون مغلوقة بالسياج، وتكون تبقى مفتوحة، لازم تبقى مفتوحة. إذن نخليكم تتابعوا الفيديو في هذه الحديقة الرائعة التي تقع وسط مدينة مستغانم. وين خلص؟ والسلام عليكم. وين الكارت عامل؟ وش خلص طعم وين؟ خرجوا. هذه هنا. هذه هنا يا. استمع معك على السبريبي باش مو اكتب باش